بالنسبه للجديد ديالي في هذه الليله اللي نصور معكم اليوم ان شاء الله غادي يكون كامل، هو راه كامل فعلا، ولكن لا برودكسيون تحيه عفوا تحيه لا برودكسيون تاع امين بن عمر بروديكتور العالمي، سي بروديكتور تاع السرحانيين تاع رضا الطليانيين تاع بزاف تاع الاسماء وتاع كامل هابالينا. انايا حصل لي الشرف اللي راني نتعامل مع خويا امين هو بروديكتور، هو اللي كينتج ليه، هو اللي قيم لي بهاد الاعمال ديالي، هو اللي اتصلت معاه قبل ما نهضر معكم، اني اتصلت انا وياه وراه قال لي باللي اليوم لا فيديو اليوم ان شاء الله دي تكون كامله، ولكن قال لكم دي تنهار الحد ان شاء الله مع الخمسه نتاع العشيه، نهار الحد مع الخمسه نتاع العشيه غادي تخرج لا فيديو العالميه ان شاء الله هذه تشوفوها. ما بقى لي غير نودع الجمهور نتاع 24، الجمهور تاع 24 انا مشرف بكم ونتمنى ان شاء الله تاتوما تعرفوني على قرب وتعرفوا هذا الفنان المتواضع انا كمال هابالينا. اللي بغى يدخل لي الباج ديالي يعني في اليوتيوب يدير كمال هابالينا، واللي بغى يدخل عندي الباج ديالي نتاع الفيسبوك يدير كمال الفيلالي. دونك الانستغرام ولا انا ما كنخدمهاش، المهم انا غادي في هاد جوج صوالحات انا كنقول لكم مرحبا بكم. كنوجه واحد التحية كبيرة للفنان عبد الصمد الربحي اللي دار لي الموسيقى نتاع هاد لا شونسون هادي، تحية للفنان عبد الصمد الربحي، تحية للكاميرامان ديالنا خويا حفيظ بينصور حفيظ الكاميرامان حفيظ الحسيني، وتحية كبيرة وكبيرة وكبيرة لخويا أمين بن عمر البروديكتور، وتحية النوفل اللي رحنا كنتواجدوا عنده في هاد المقهى اللي راح حبينا، تحية النوفل الإبراهيمي وتحية للزوجة نتاع النوفل الإبراهيمي، وكنموتوا عليك نوفل وشكرا، وتحية المنبر نتاع 24 نقول لهم ويك ويك 24 ديالي وكوكو 24 ديالي 24. نتمنى لكم ان شاء الله هاد السنه تدخل عليكم ان شاء الله بالخير، وانا تحت الطلب ديالكم فوق ما بغيتوها بالينا غادي يكون. تحيه لكم وتحيه للجمهور تاع كاميرا الغنا والجمهور المغربي اون جينيرال، نموت عليكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.